الشخصية الحساسة بيرمز لها بالرمز HSB. ال H هي الهاي اختصار لهاي، وال S للسنسيتيفي والسنسيتيفي، وال B للبرسوناليتي الهاي سنسيتيف بيرسوناليتي. الشخصية الحساسة، في عالمة بتاعت علم نفس سريري عملت بحث على الشخصية الحساسة ووصلت لنتائج، يعني جميل. هي اسمها إيلين آرون. ولما هي عملت الدراسة دي طلعت بحاجات كثيرة غير السمات والحاجات التانية، إنها عرفت إن التركيبة بتاعت المخ عند الشخصية الحساسة بتختلف عن التركيبة بتاعت المخ عن الشخصيات التانية. لقيت إنه النواغل العصبية اللي بتكون في الناس الشخصية الحساسة أكتر بكتير شغلها من الناس التانيين. وغير كده اكتشفت برضو انه يعني بما انه النواغل العصبية حقتهم دي بتكون بتشتغل بطريقة يعني كبيرة، بتكون الجهاز العصبي المركزي حقهم بيكون ذا حساسية عالية، فبالتالي بتألموا أكثر حتى. أيوة. من الناس الطبيعيين أو الشخصيات، أنواع الشخصيات المختلفة. أيوة، هم بتأثروا بالانفعالات وبالأمور والحاجات اللي حوالينهم بطريقة أكثر، بيكون بتحصل لهم نوع من الزعل ومن الحزن وتغلب في المزاج. دي كلها ناتجة من شنو؟ من إنهم فهمهم الما كويس لسلوك الناس التانيين اللي بيتعاملوا معاهم يعني.